خاطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح. أحبتي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المؤمن الكريم، اعلم أن المؤمن حبيب تحبه القلوب، ترتاح له الأنفس، تأنس بحضوره الناس، تهش لقدومه الأرواح، تفرح بحضوره الجموع، تعشق لقاءه الأجيال. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. صدق الله العظيم. فراجع أخلاقك. المؤمن شكور على النعمة، يعطى فيشكر، يسدد فيشكر، يفتح عليه فيشكر، يأكل ويلبس فيشكر، ينام ويصحو فيشكر، يمرض فيشكر، يعافى ويبتلى فيشكر، يغتني فيشكر، يفتقر فيشكر. وسنجزي الشاكرين. مستمعي الأفاضل، في حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خواطر خواطر مع الأستاذ البخاري بن صالح.